يعني ممكن أسأل يعني إيه أنواع الجروح أو إيه الأشياء اللي لازم نغفرها يعني في أوقات تبقى أقوال شديدة أو جرحة أو مؤلمة، بيشتموني، بيسموني أسامي غلط، بيقولوا علي كلام وحش، وأوقات العكس، يعني كلام حلو ما تقليش، يعني نجحت وجبت مجموع ولا واحد قال لي مبروك، كنت مش عارفة في عيد ميلاد ما حدش قال لي أنت اعتبرني. فأوقات الجرح من حاجة وحشة اتقالت لي أو حاجة حلوة كان وقتها تتقال وما اتقالتش. كمان الأعمال عملوا فيا مقلب، عملوا فيا موقف، ظلموني في ميراث، ظلموني في ترقية ولا في نمر، ده عمل. في بقى اتجاهات يعني اتيتيود، يعني أنا بكره الجروب ده، أنا بكره النوعية دي من الناس، أنا ما بحبش الطيفة دي، فما فيش كلمة ولا موقف قادر أمسكه، بس أنا اتجاهي ناحيتهم رفض أو كره أو عدم قبول. وفي بقى بالعكس أعمال حلوة كان مفروض تتعمل، يعني بنت كتير بنات يقولوا ماما عمرها ما خدتني في حضنها، بابا عمره ما خدني بره يفسحني، هو ما عملش حاجة وحشة بس ما عملش الحلو. كلمة أنا بحبك مثلا، ولا قال قالش كنت ناجح وجايب مجموع كبير، قال ما أنت لازم تنجح، فين فرحة النجاح؟ ما عملهاش، وما شتمنيش بس ما عملش الحاجة، فدي مأثرة فيا مثلا في موقف أو في مناسبة فتسيب أثر. يعني الاتجاهات كمان الست اللي زعلانة من جوزها وقالت أنا رميت طبته وهعيش معه عشان العيال، لكن هعمل له كل الطلبات، كل هدومه مكوية وكل بيته نظيف وكل عياله زي الفل، لكن هو من جوه ما فيش، بس من جوه ما فيش. فأقول لها بصي الهوى اللي جاي من عندك بيوصله، انت ما انت مش موجود بالنسبه لي، انت مرفوض، انت خلاص مالكش مكان عندي رغم ان كل حاجه معموله صح. فده ما فيش حاجه وحشه بتعملها، هي عامله كل حاجه، لكن الاتجاه واصل، انت مرفوض، انت مالكش مكان عندي، انا ما عادش بحبك.